The Jewish Chronicle ذكرت بأن إيران ممكن أن تبحث عن التصعيد نووياً، خاصة وأن الانتخابات الأمريكية على الأبواب، ممكن لدونالد ترامب أن يفوز ولن يحقق أي اتفاق مع الجانب الإيراني. إيران تتمتع الآن بالكثير من المميزات للقفز إلى 3 قنابل في الشهر الواحد، ممكن أن تنتجها بسرعة مع كل هذه الظروف التي تجري في المنطقة بشكل عام. وكتصعيد من جانب إيران، إذا ما قامت إسرائيل بالهجوم على حزب الله وأضعفت حزب الله وبدأت تعمل على إضعاف الجبهات الموجودة في العراق وفي سوريا وغيرها، وكذلك أن يكون هنالك ضغطا كما تفضلت بهجمات على جماعة الحوثي من التحالف الدولي وغيرها من الدول الأوروبية، ممكن إيران أن تحقق اختراقا نوويا. هل ترى إيران ممكن أن تلعب هذه اللعبة النووية في ظل احتمال كبير لفوز دونالد ترامب في 5 أشهر القادمة؟ أعتقد أن ما رأيناه خلال الأشهر القليلة الماضية هو أن إيران حققت تقدما كبيرا في برنامجها النووي، وخصيصا في حصولها على المواد الانشطارية عالية التخصيب. كما ذكرت، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا سيكتبون تقريرا آخر، وكان هناك أخبار قدمته من واشنطن بأن إدارة بايدن لم ترد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطلق بيانات ناقدة للتقدم الإيراني، لأن الولايات المتحدة قلقة بأن إيران كاستجابة لهذه البيانات الشديدة اللهجة فأنها ستتقدم أكثر. فأعتقد بأن إيران سوف تستمر بتحقيق التقدم في برنامجها النووي، ولكننا ما زلنا لا نعلم هل لديهم القدرة على تصنيع آلية التفجير لقنبلة نووية. ولكن ما نعرفه هو بأن لديهم ما يكفي من المواد لصناعة عدة قنابل. أنا أتوقع بأنهم سوف يستمرون بصمت يمنعون دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة تقدم البرنامج النووي، ويريدون، وتقريبا هم وصلوا إلى الحد الأعلى وإمكانية وصولهم إلى دولة نووية، وفي ربما في يوم من الأيام سيفجرون قنبلة نووية ويصبحون قوة نووية دون أن يفعل أي أحد شيئا لمنع ذلك. كل يوم نحن نقترب من ذلك، والإيرانيون لديهم هذه المواد موجودة في صندوق أدواتهم كاستجابة للضغوطات الإقليمية. ألست متأكدا بأنهم قد يفعلون ذلك استجابة للتصعيد ما بين إسرائيل وحزب الله؟ ولكن هناك احتمالية بأنه إذا نجح ترامب، أو حتى لو أعيد انتخاب بايدن، وإذا كان هناك المزيد من الضغط على إيران، فربما سينتقلون لإحراز المزيد من التقدم في البرنامج النووي، لأن الوقت قد أظهر بأن الانعزال عن الضغط الدولي يؤدي إلى ذلك. رأينا ذلك في كوريا الشمالية، الدول التي لم يكن لديها الأسلحة النووية مثل القذافي في ليبيا وصدام حسين في العراق، وهؤلاء القادة كلهم قد ذهبوا اليوم.